اذن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه لجميع المشاهدين اللي تشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش اذا للاسف الشديد فضيحه بكل المقاييس للاسف الشديد فضيحه بكل المقاييس للاسف الشديد ان شابه دخلت المستشفى الاقليمي للمريم باش تعالج دخلت للاسف وهي مريضه وهي كتعاني في صمت للاسف الشديد وللاسف انه تم تغيير ديال الفصيله ديال الدم ديالها يعني العربية تعرفت وبالدارجة ديالنا للأسف هاد كارثي بكل المقاييس وأن السيدة تحولت حياتها إلى مأساة وإلى جحيم ولات كتعاني في صمت هي كان قصدها أنها تدخل باش تعالج تدخل من أجل أنها بطبيعة الحال تعالج وتولي في صحة جيدة ولكن الصدمة ملي كانت قوية هي من غيرو الفصيلة ديال الدم ديالها وعطاوها الفصيلة ديال الدم آخر نتمنى منكم انكم تبارطاجيو على اول نطاق بغينا نوصلوا للجهات المسؤوله الحاله الكارثيه والوضع الكارثي اللي وصلوا المستشفى الاقليمي من اللامريم من بمدينه من العيش اليوم هاجر وغدا يعلم الله شكون تقدر تكون، تقدر تكون انت او انت ونقدر نكون انا. للاسف الوضع الصحي باقليم العرائش في خطر وحياه المواطنين اللي سبقنا اننا تحدثنا وسبقنا اننا هضرنا راه في خطر كبير. ونتمنى من المسؤولين انهم يربطوا المسؤوليه بالمحاسبه بطبيعه الحال ويتم أه وفد اللجنة بطبيعة الحال من أجل معرفة السبب ديال هذه الواقعة المؤلمة للأسف الشديد. هاجر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام عليكم, عليكم. 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 مي أنا سميتي هاجر سكيكيرة، من ضربانو، فقر الدم، مشيت المستشفى للمريم باش نتعالج. داروا لي المهم داروا لي الدم يوم نهار 24 يوم 13 شهر 10 دار داروا لي الفصيله ماشي ديالي إيه الفصيله مغايره اه الفصيله مغايره المهم ما بقيتش كنحس النص ديالي مشى ليا عندي واحد رجل ما كنقدرش نتمشى به مره صافي كنت عنموت مشيت البارح يوم الاثنين مشيت عند المدير نشكيلو دارنا اللقاء كان عندنا اللقاء معه صافي كنا طالعين انا واختي والوالد ديالي والاستاذ طلعنا طالعين في الدروج قالنا هبطوا 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 في حالكم هبطوا ما نشوف حتى شي واحد حتى الاخرين اللي الفوق قلوا ما صافي بقينا ساعتين ونص وحنا كنستناو وحنا كنستناو وحنا كنستناو باش يدير معنا اجتماع والو ما جاش عندنا ما عطانا قيمه جيت نشكيلو انا حيت حاسه بالضرر <تصفيق> أنا... <applause> وليت كامله كانت ترعد انا جالسه وانا كنترعد واصلا انا ناقصه الدم عندي جوج جوج فصيلة صفر

وانا اليوم كنطالب من الحق ديالي انا كنطالب من الحق ديالي امي كنت, ومي كنت, مي مي كنت انا ما عمري وقع لي هذا هذا والمدير كيقول كي لك انا تلقيت العلاج من علاج انا ما شفت علاج نقلون مشيت ندير العلاج على صردوني المستشفى الجهويه ما يسردونيش لطنجة آه الحالة ديالي بين الحياة والموت في د الليل صافي وما عطاونيش الفصيلة الفصيلة ديال الكارطة ديال الدم ما عطاوها ليش مي مشيت لطنجة في حالة خطيرة ما عطاونيش الكارطة ديال الدم باش باش يعرفوا باش ينقذوني حتى مشات الوالد مشى الوالد ديالي نهار ثلاث ايام وعمتي بقاو كيدقوا عليهم قالوا لهم ضروري خصنا خصكم تعطوني الكارطة ديال الدم اه اللي فيها الفصيلة باش يزيدوني الدم. صافي من تما عاد مشاو كيغوتوا العائلة ديالي وعاد عطاوها لنا ملي غوتنا الناس ترجع يديرو الدم قال لك الفصيلة عملو لها ماشي ديالنا ما نقدروش نتحملو المسؤولية نعملو مر... لها الدم. السلام عليكم. السلام عليكم. اه قالو لنا ما نقدروش حنا الناس ديال طنجة الطبيب ملي قلنا له الفصيلة وصورناه لهم قال لك حنا ما نقدروش نعملو لها الدم حيت عملو لها الغلط في مدينة العرائش. نمشيو نعملو لها الدم حنا نمشيو لحباسات. لا يمكن وحنا اصلا نردوها للعريش انا بنفسي قلت لهم لا كنتوا تردوا للعريش تجي والد دارهم تموت وما توليش العريش قلت له هو اللي كملوا عليها من احسن ما توليش حيت راه ملي كانت عندها من سنين وانا كنت كنمشي معها بيدوك كنت نمشي معها لطنجه وكنجيب لها الدم وفي العرايش مي كان سي زوبر وكان سي مبارك ما باقا صحا الدم وعائشه ذاك الزهره وكل ما حنا كنعرفوهم ماشي اليوم عاد نحطوا عليهم تهمه حنا كنعرفوا هذا السبيطار اللي كانوا كيعالجوها هاد المره وقفت على الموت انا بعداك ماشي طبيب ومني مشيت وشفتها قلت لها جار هي مغيبه قلت لختها هذه ما عملولهاش الدم ديالها حيت انا مولفه كنكون معاها وكيعملوا الدم كتولي مزيانه لا سم خنوقه كتشهز وتخبط مره تنفخت نصها مشلل الى ما هزيناهاش والدواء المرحاض ما كتخرجش بقى صافي العيله بقات تنتف حويجه كتقطعهم وكتكون الماء عليها كان عين نقول لا كتقول تقول انا فيا السخانه ما نقدرش نبقى انا كنموت كلشي بقا ديرو حويجه ما كتنوضش الا ما زوجي ما تنوش تخرج المرحاض كلشي بقا ديرو حويجه وباقا رجلها مجروعه كتجرو كتموت به السلام عليكم كنطلبوا من الله من جلاله الملك ومن من الاسره العلويه من السبيطار خصهم ينقدوا خصهم يشوفوا خوتهم المسلمين خصهم يعانيوا معاهم ماشي انسان كيمشي يرتاح هو كيمشي يموت مخيار. 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 السلام عليكم بصفتي اخت المريضه التي تلقت أه.. أه.. أنت <تضع> <مـــ> أنا أخت المريضة التي تعرضت الخطأ طبي في المستشفى الإقليمي للا مريم من نهار عشرة أربعة وعشرين ديناها المستعجلات عملنا ليلة تحاليل لقينا عندها الكروباج ديال جوج جوج قالت لينا الطبيبة بلي خاصها تزيد دم طلعناها لاصال ديال النساء باش نزيدوا ليلة الدم بقينا تما شي نص ساعة حنا جالسين أنا وأختي والأخ ديالي كنستناو شي واحد يجي عندها ويشوف فيها شني خاصها يشوف ديك المريضه يلا طلعت خاصها العنايه ما كاينش لي جا عندها كاين غير سيكوريتي اللي كاين تما واقف علينا كيمشي ويجي اختي بقات تما شي نص ساعه تزاد عليها الحاسه ما فقدت الوعي ديالها انا تخلعت كنمشي عند سيكوريتي قلت له واش ما كاين حد ما كاينش شي واحد هنا بورمينوس كيقول لي ما كاين كاين ولكن راه في الانعاش قلت لي الا كانوا في الانعاش راه بزاف هذا الاخت ديالي كتموت هنا ما جا عندها حتى شي حد مادام حنا طلعنا طل دفعوا لينا الفوقي باش تزيد الدم راه خاص شي واحد يجي ويشوفها يعملوا معها شي حال بقيت انا كنهبط لتحتي باش نشوف شكون كاين في الانعاش ما كان شي واحد رجعت للمستعجلات عند الدكتوره اللي قالت لي راه خاصها قلت لها دكتوره اختي راه كتموت اختي اللي طلعتيها ديال الدريبان ورايا هي فقدت الوعي ديالها قلت لها عافاك هذوك الصوره واش تقدري تجي معايا تشوفيها قالت لي واش ما كاين حتى شي واحد ما يمكنش راه خاص ضروري يكون شي واحد تما راه كاينه الفرمليه تاعي طلعي كنقول لها دكتوره راه ما كاين حتى شي واحد ما عدا السيكوريتي كيقول لي راهم في الانعاش صافي طلعت معايا ديك الدكتوره الله يجازيها بالخير هي والفرمليات كان معها الولد والبنت جاوا لقاو اختي فاقده الوعي ديالها قاموا بديك الدكتوره قامت بالعنايه ديالها جات كتشوف اختي صافي لقاتها فاقده الوعي ديالها جابوا لي لا سيرو بقات ديك الدكتوره بقات كتجيب ديك الشي من المستعجلات ماشي من ال... من لا في كاين الفرمليات تما ديالها كتجيبهم من تحت سيكيريتي هو اللي كان كيجيب لي هذيك الشي بقات مع هذيك الدكتوره والفرمليات شي ربع ساعه حتى عدلوا لي لا سيرو ديالها المسائل ديالها بقات كت... كتضرب لي لا فوجا كتقول لي هاجر 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 صافي ما كتكلم لا شيء بقات ديك الدكتوره كت عملات لي هاد الدواء والسيرو وخا داك ما فاقدش اختي بقات شي ربع ساعه هاد دخلوا ديك البنات بجوج الفرمليات اه دخلوا بجوج بيهم هازين شي حاجه هاجين شي حاجه في يدهم ما لابسينش شي طابليات لابسين حوايج ديالهم عادي باللي كنقول انا ما كانوا شايف في الانعاش ولو كانوا في الانعاش غيكونوا لابسين على الاقل الطابليات ديالهم هازين الصخره ديالهم هازين الساك قال لهم ديك السيكوريتي بلي راكم فلتو هو اللي كان كيتواصل كي معاهم ولكن ما كانوش كيجاوبوه واخا <applause> اختي جابوا لي لا حتى تقول 12 12 ونص دخلت هي مع 8 دخلناها للسبيطار يعني من 8 حتى جابوا لي لا ولكن اللي كنعرف انا اختي قبل ما كتناول الدم كياخذوا منها الكارت ديال غروپاج ديالها كيعملوا لي لا تحاليل كياخذوا منها الدم كيشوفوا واش ديك الدم غادي ينطبق معها ديك الفرمليات ما خداو منها والو جابوا الدم من داتهم راسهم عملوا لي لا اختي ان فوا عملوا لي لا صافي جا فحال حل الكريز تنفخات طلعت ليها السخانه اختي بقات كتغوت حنا كنمشيو ندقو عليهم كنقول سيكيتي اختي راه كتموت كنقول له اختي راه كتموت واش يقدروا يجوا عندي ما فحال تقول كانوا ناعسين حتى شي واحد ما جا عندنا بقينا كندقو عليهم عافاكم عافاكم اختي راه كتموت جاو ديك الفرمليات زولوا لي لا الدم قالوا لنا خاصها خاصها الدواء ديك الدواء فحال نقولوا حنا ديال كيقولو هما الدواء السخانه وفي جوج اللي قلنا لهم حنا ما عندناش شكون اللي شكون اللي يخرج يجيب لينا الدواء الا كان عندكم الدواء اعطيوه لينا وغدا في الصباح نشريوه ونجيبوه لي لكم عا ديك الدواء ينقدو اختي كيقولوا لنا ما يمكنش ما حنا ما عندناش ديك الدواء مشاو شافوا قال لك باللي راه جابوه من عند شي واحد قلنا لهم حنا صافي ماشي مشكل الصباح نشري الدواء نجيبو لكم شرينا ديك الدواء عطينا ليلهم أعطيناهم الدواء ديالهم لصقوا لختي ديك الدواء الدواء صافي رجعت الحاله ديالها عاديه عملوا لي لا دو سيرو اون فوا كي عملوا لي الدم كيجيها في حل الكريس كتنفخ كطلع سخانه ومن كدخل طواليت ديك الدواء كيف ما هو كتولي تسيبو كنقولوا حنا ما ما يمكنش ما يمكنش حنا دخلناها تما باش يعني الحاله ديالها تحسن بلا كتزيد تدهور الحاله ديالها كتنقص كل ساعه الحاله ديالها كتزيد كتزيد تنقص لغد لي قالوا لنا خاصها تشوف طبيب ديال الكلاوي قلت لهم يا اختي ما عندها شي الكلاوي جا الطبيب عمل لي التلفازه ما لقى عندها داك الشيء مزيان قال له بلي خاصها تناول الدم هاد خداو منا الكروباج ديالها عيد داوها ورجعوها دغيا جاو ولاو زادو لها عاود الدم جوج القربات الحاله ديالها كتزيد تدهور ان فوا كيلصقوا لي الدم الحاله ديالها كتزيد تدهور كدخل طواليت ديك كيف ما هو يعني كيقولوا لها يعني الحاله الحاله ديالي كتزيد 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 تنقص قالوا لنا ديك الدم خاصكم تجمعوه صافي بدينا كنجمعو حنا فديك القراعي تيجي الطبيب يشوفو حتى شي طبيب ما شاف ديك الدم صافي بقات تما حتى سيبنا النهار الثالث جات عندي جات ع... جا ع... الطبيب قال عاود خاصها تزيد الدم ثلاث ايام تما اه ثلاث يوم هي تما جا الطبيب كيقول لهاد المريضه باقا خاصها تزيد الدم جات عندي واحد الفرمليه قالت لي عطيني الكارت ديال اختك ديال الكروباج ديالها عطيتها لها بقات عندها من مل... من 11 حتى الجوج، هاد رجعت لي الكارت كروباج ديالها مي وصلت ديك الفرمليه صافي خرجات وجاو خرين قلت لي واش اختي راه قالك باغا تزيد الدم اليوم واش ما كاينش الدم مي حتى راه من 12 ويا كنستناو وحنا الدم قالوا لك لا الدم ديالها باللي ما كاينش صافي وصلت العشرة الحاله ديالها صافي بقات أني يعني كنقول قولي يعني محاش واش تعيش العرق ديال العنق ديالها كيضرب تنفخات طلعت ليها السخانه صافي ما كتهضرش غيبات صافي بقينا هيدا عيب بالصيرو ما كاين لا دم لا والو عيب الصيرو تما والسخانه فيها وصلت ل 12 قالوا لي خاصك ضروري تصل بالعائله بال ديالك يجيو ضروري العائله ديالك خاصهم يجيو ما حنا ما نقدروش نتحمل المسؤوليه ديال اختك صافي جاب بقى قالوا له بلي خاصك تهز بنتك لطنجه ضروري اه بلي تما في طنجه تكتشفوا بان الدم ديالها دايروا اه وصلنا لطنجه مع هذيك يعني تقول جوج ونص ثلاثه آه, آه عملوا لي لا تحاليل ديناه المركز تحقن الدم بلي تزيد الدم قالوا لنا ما يمكنش الجروباج ديالها ما كيعطيش يعني شمن فصيله ديالها نعرفوا ما كاينش كيعطي ثلاثه الفواصل قال لك ما يمكنش يعيطوا للطبيب اللي في طنجه قال لك بلي ما يتحملش المسؤوليه ديالها هي دريبانوسيتوس ما ما تناولتش دم من غير الدم ديالها بقينا هيداك الجمعه والسبت والحد نفس المشكل قالوا لنا حتى الاثنين نشوفوا ديك الدم نعيرو واش يقدر ينطبق مع مع الدم ديالها نهار الاثنين دينا ليهم تحاليل قال لك ما يمكنش حتى شي دم عاود ما نطابق مع الجسم ديالها قال لك الدم اللي في الجسم ديالها تخثر الاطباء ديال طنجه كاملين حتى شي واحد ما قدر يتحمل المسؤوليه ديالها عملوا عليها اجتماع قلنا لهم حنا عطيونا عي شي حال واش نديوها للرباط شو عين عتقوا قولوا لنا عي الحل قال لك حنا ما قادينش والعريش اللي عملوا هذا المشكل العريش اللي خاصهم يتحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء قالوا لنا تقدروا ترجعوها للعريش قلنا لهم حنا ما يمكنش واش تما راه كانت غادا تموت ولينا رجوع قالوا لنا الحل قال ما تقدرش تمشيو تعملوا استشاره مع المستشفى الجامعي مشينا انا وبا واحد صاحبو دبا المستشفى الجامعي هضرنا مع الدكتوره تما قالت لينا بلي هي ما تقدرش تتحمل المسؤوليه ديال اختي ولينا رجعنا لمحمد الخامس بقات اختي تما سيمانه يعني <applause> السيده كتموت <applause> هما كل, كل 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 واحد كيتسهر المسؤولية اه كل واحد كيتسهر قال لك ماشي شي واحد عمل المسؤولية وحنا نتحملو المسؤولية تموت في يدنا حنا اللي عندنا حنا اللي غادي نمشيو فيها ومن هادشي كامل كنطالبو بالحق ديال اختي <applause> <applause>